كنت توقع تكون مباراه صعيبه كما تنساش عاوتاني هنا ربحوا بجوج زيرو، يعني نتوقعوا ان تكون شي جوج زيرو اخرى عاوتاني لي اربعه. بالفعل ودائما حيت هما لهي فهمتي، راه بحال جاو عندنا هنا خداو جوج زيرو ولكن غنمشيو تما ياخذوا جوج اخرين يا اربعه فهمتينا ولا لا؟ حنا ديما مع الرجاء ديما رجاء. الوغ الماتش ديال الرجاء ومازيمبي صعيبه شويه، غيكون الماتش الجاي قاسع على الرجاء. الرجاء عشيري رابح ديزا، الرجاء رابح 3-0. كاين لا مازيمبي لا والو، الرجاء باينه راه مازيمبي رقباه، مازيمبي اش فيه اش غتلعب معاه؟ راه خصوصا الرجاء ربح هاد راه فاش شحال تماك شحال غيديروا تعادل اللي يخرجوا ب 3 بوان فهمتي؟ خصهم اصلا التعادل اللي يخرجوا ب 3 بوان، اما راه الا مشينا تماك راه غنربحوا ديما راجع. كنقول بلي فريق الرجاء ما ربح بجوج زيرو هنايا راه ما يقدروش يخسروا ليه حيت هما كيلعبوا بروح رياضيه، حتى الا خرجوا بتعادل راه غيدوزوا. الرجاء غادي يدوز ان شاء الله، بانون هو اللي غادي يماركي في الدقيقه 90. رجاوي ان شاء الله ربح، ما فيهاش الشكره باينه، دار الالي ربحنا فيه والروس راه نخسروا فيه راه ما جاتش. ومازال ما كتخسرش في التيران ديالها ولكن الرجاء ديال الرجاء العالمي. الرجاء ما كتقارنش مع مازال، ان شاء الله جوج تما ولا ثلاثه. الرجاء ان شاء الله غادي يربح 2-1. عندها الماتش صعيب ولكن الرجاء ان شاء الله غادي ينتصر باذن الله.